ليه دولة القانون تفضل انتخابات نيابية مبكرة من وجهة نظرك؟ تمام. اولا استشعرت يعني قيادات دولة القانون يعني وبالتالي من مجلس الشورى الذي يعد تقارير يعني ضوئية بواقع الحال، هنالك خطر على هذه الحكومة، وبالتالي هنالك اليوم المكون السني بدأ بالانقسامات، وبالتالي هنالك مشاكل مع الأمريكان، وبالتالي الجمهور العراقي ايضا هنالك مظاهرات للمدنيين، هنالك خروج التيار الصدري وبالتالي الابتعاد، وجمهور كبير هذا يحمل اليوم، بالتالي لابد اليوم ان تصحح العمليه السياسيه بانتخابات مبكره وتعطي فرصه للمواطن العراقي بالتصويت، ولا ان تكون هنالك ازمه. شنطت فرصه للسيد السوداني، يعني هذه الاصوات شنطت فرصه للسيد السوداني. ليش؟ هي يعني سنتين كافيه لحل كل هذه المشاكل؟ ليش السيد السوداني اذا هسه دخل بهذه الانجازات اللي تحدثنا بها المجسرات وغيرها، واكو ارضاء اليوم من الشعب العراقي، ويدخل انتخابات كتيار او كتله او كحزب، وبالتالي حاله اي واحد، وصندوق الاقتراع هو الفاصل وهو الضوء الاخضر للعمليه السياسيه، بالتالي هل الانتخابات المبكره هي مضره؟ بالعكس، هي تجديد العمليه السياسيه، تبديل الوجوه، وبالتالي تصحيح الأخطاء القديمة، وبالتالي تجديد عملية سياسية ديمقراطية واضحة. شلون البلد يستقر؟ هسه أنت إذا تقعد لك في بيت ويومية تنتقل من بيت لبيت، هم وضعك ما يستقر، شلون دولة ممكن تستقر؟ والله أنا إذا البيت يعني أنا ما بدي أتلفظ بهاي الجملة، إذا البيت بأرضه طبعاً أشيل، ليش إحنا أبقى قاعد بهالبيت هذا؟ ليش تفرضين علي انه ابقى بنفس البيت بنفس المشاكل؟ خليني انتقل. انت عندك هواي التزامات. طبعا هو هذا المشروع سيدتي العزيزه، هذا المشروع طرح من دوله القانون لكن ما حد وافق عليه، بالتالي يعني الخطط الخمسيه اللي اطلقتها الحكومه ويوم طيب. عندنا انتخابات مبكره راح تحقق شيء على ارض الواقع؟ يعني انا راح اقول لك فد قضيه، لربما يعني حل مشاكل الكهرباء، العشوائيات، قضية تشرين يوميا، مشاكل في الناصرية وفي السماوة، الفقر، المدارس اللي يتحدث أخوي أستاذ علي ما يدري أكو مدارس من طين لا يزال العراق لحد الآن، وإحنا بالقرن المعرف إيش قد، وبالتالي هذه مشاكل شلون نحلها إذا ما نجيب اليوم الشعب اختيار لحقيقة لحقيبة جديدة للحكومة، وبالتالي تصحيح المشاكل. هذه المشاكل صدقيني ترى لحد هذه اللحظة نتحدث آنيات المكون السني مو قادر يجتمع على طاولة أن يختار رئيس البرلمان العراقي.